الله يطلق وكيلك، انت محتاج لهذا الدعاء وانا محتاج لهذا الدعاء، ان الله يطلق ايش؟ ان يطلق يدك فين؟ في الخير وفي النفقه. سبحان الله، شوف عثمان يعني كل ما تروح المدينه جزاك الله خير تذكر كده وخلي تمر بسيارتك ويكون مكتوب وقف ايش؟ عثمان، عشان تتمثل وليس من مشى كمن هو مقعد. شوف عثمان من 1400 سنه والوقف يجري عليه، هل نقص ماله رضي الله عنه وارضاه؟ قاعد يقول لك ولادي وبزورتي يا اخي طلع بس انفقي يا اسماء. النبي في البخاري ينفق الله عليك ولا توكي تحت البلاطه دي بلا فيش داعي منها، فيوكي الله عليك. والنبي يقول لي بلال، بلال وش عنده؟ يقول له انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلاع، عشان ما يجيش واحد يقعد يقول لك يا اخي طب الكلام ده النبي كان يقول للاغنياء، طب انا فقير، نقول له انت افقر من بلال عليه السلام رضي الله عنه وارضاه. النبي يقول له ايش؟ انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلاع.